بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم فرصة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الرحمة هي الجسر الكبير اللي بنعبر بيه من الشدائد والأزمات إلى الأمان والسكينة. عشان كده مشاهد الرحمة كتيرة وكلها رسائل وعبر. شافها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الغار مع سيدنا أبو بكر، وكفار قريش كلها بترصد المكافآت لمن يأتي به حيا أو ميتا، ولكن في النهاية ربنا نصره برحمته الواسعة. وشافها سيدنا إبراهيم وهو في نار النمرود بعد ما أصبحت نار وسلام عليه بأمر ربه. وشافها سيدنا نوح بعد 950 سنة دعوة بعد ما أغرق الطوفان كل الأرض إلا سيدنا نوح ومن آمن معه. دايما تذكر أن رب الأنبياء هو ربك، ومن صفاته العلية عز وجل أنه لم ولن يتغير أبدا. عشان كده لازم يكون عندنا يقين وثقة بالله أن رحمته ستشملنا أينما كنا وأينما ارتحلنا. الرحمة كلمة السر الكبيرة لجبر الخواطر وإدخال السرور على عباده من أهل الاحتياج، وأعمال الخير هي أبواب نور لأصحابها في طريق الوصول إلى الله. عشان كده العمر بيتقاس بالأعمال الصالحة، إن في السنة الفلانية ساهمت في مستشفى، وفي السنة اللي بعديها سطرت أسرة. عشان كده كل فرصة للخير من أهم طرق الوصول إلى ربنا سبحانه وتعالى. وإن شاء الله هنقدر معاكم ومع جمعية البر والتقوى نخلق ألف فرصة وفرصة لجبر خواطر ناس كتير أساميها لسه في دفاتر النسيان. هنتكلم أكتر عن فرص الخير مع الدكتور عماد عوض بعد الفاصل، وشاركونا إن شاء الله على هاشتاج فرصة علشان نقدر نتابع معاكم الفرص اللي نقدر نعرضها في برنامجنا. تابعونا بعد الفاصل. مرة تانية برحب بكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. بيشرفني النهاردة الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك مصطفى. أهلا بك. أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. النهاردة يا دكتور إحنا بنتكلم عن الرحمة. الرحمة طبعا يعني ربنا ذكرها كتير في القرآن، واتكلم عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كتير، ولكن تجسيد مفهوم الرحمة نفسه بيحتاج لفعل. الفعل ده أكيد برضو الجمعية بيبقى ليها دور في التعاون مع الناس، وفي النهاية بتوجه الناس برضو لأفعال الرحمة كتير. تكلمنا شوية دكتور عن مفهوم الرحمة عندكم. هو الأول طبعا ربنا عز وجل اختص باسم لنفسه باسمين، الرحمن والرحيم سبحانه وتعالى، لكي يرشد عباده يعني ان هم يكونوا رحماء، لدرجه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ربنا عز وجل حرم النار على الرحماء. طيب انا ازاي اكون رحيم؟ يعني ايه اشكال الرحمه؟ سيدنا النبي لما سأله أحد الصحابة بيشتكي له بيقول له قلبي أشعر بقسوة قلبي، فقال امسح على رأس اليتيم. فدي عناصر شغل الجمعية، إن احنا بنشتغل على كل محاور الرحمة اللي بتبدأ من اليتيم وتنتهي بالمريض طبعا، مرورا بالفقير، سواء ان احنا بنستره ببيت، بسقف، بفرش، بجهاز بنته، بسند دينه، باكله، شربه، بحفر بير، نوصل عند اليتيم ان احنا بنتكفل بيه، بنقف جنبه، بنساعده، بنحاول نرسم الابتسام على وجهه، ان احنا نخفف عنه عناقه، نحسسه ان احنا معاه، ان هو مش لوحده. في الاخر هدفنا ان احنا نجسد الرحمه، مفهوم الرحمه نفسه يعني يتجسد في افعال مش بس في كلام. لكن حضرتك بتشوفنا مثلا بنحكي قصه حاله، عينك بتدمع مش كفايه، قلبك بيقشعر مش كفايه، صح، انت عملت ايه بقى؟ تفاعل. لازم الفعل. لذلك حتى ربنا عز وجل قرني الايمان بالعمل، ما ينفعش تبقى مؤمن بدون عمل، صح. والعمل اللي انت هتعمله أعظم حاجة فيه تقوي إيمانك هو الرحمة، العمل اللي بيجسد الرحمة. لذلك لما سئل سيدنا النبي عن أحب الناس إلى الله، ما قالش الذين آمنوا وخلاص، ولا قال اللي هم بيجاهدوا في سبيل الله وخلاص، إنما قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، اللي هم بيرحموا الناس يعني من خلال اشكال كتيره اللي احنا شغالين فيها. بيترجم اللي هو الرحمه دي بيترجمها في صوره عمل. حتى لما سئل عن احب الاعمال الى الله عز وجل من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. طبعا فطبعا احنا بنتكلم على الانسان،
بصفة عامة، دخلت امرأة الجنة بسبب هرة، ودخلت امرأة النار بسبب هرة. المرأة اللي دخلت النار بسبب هرة، قطة يعني، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إنما سيدنا أبو هريرة، مش اسمه أبو هريرة، إنما سمي بذلك لأنه قام يصلي الفجر، فما عندوش غير جلباب واحد، كان من أهل الصفة، فقير. فوجد إن الكم بتاع جلبيته والدة فيه قطة، فهيعمل إيه؟ يسيبه وما يروحش يصلي ولا يعمل؟ قطع الكم بتاعه اللي فيه القطة اللي والدة، ولبس الجلابية، فراح المسجد، الصحابة ضحكوا عليه، الجلابية بكم ومن غير كم التاني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ما هذا؟ قال ولدت فيه قطة يا رسول الله، أو ولدت فيه هرة. فأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، يعني أبو القطط. دي الكنية بتاعته عشان هو من كتر ما كان هو بيحب القطط أو كده. فالرحمة، رحمة طبعا، رجل سقى كلب، ده نماذج الرحمة، هو مش ملزم يسقيه، هو نزل يشرب بالبير، طلع فلمح الكلب بيلهس، حس إنه عطشان، فنزل هيملاله في إيده، مفيش، خلع الخف بتاعه، ملا مية، وطلع حطه للكلب، الكلب شرب، ربنا عز وجل شكره. خلي بالك، بص يا جماعه، عمرك ما هتساعد حد من خلق الله الا وربنا هيشكرك. طبعا انت فاهم، انت اما تساعد ابني وانا اعرف، ما انا هاجي اشكرك. صح. ما تساعد بنتي، انا هاجي اشكرك. احنا كلنا عيال الله، خلق الله، لذلك ربنا عز وجل بيدخل شاب الجنه من العصام، لانه اكرم عبد من عباده، فبيقول له عبدي أتدري ماذا سأفعل بك؟ قال أنا من أهل النار يا رب. قال ومن أنبأك؟ قال عملي، أدري. فقال له لكنك ذات مرة فعلت خيرا لنزنه. فقال وما هذا العمل؟ إلى جانب صحائفه بيستقله، عملي. فأطعم عبد، فرجحت كفة العمل ده، وطاشت كفة السيئات. فقال يا رب ما هذا؟ قال ذات يوم أطعمت عبد من عبادي. فقال يا رب أمن أجل هذا ستدخلني الجنة؟ فقال له الله لا، لكني أسألك لما أطعمته؟ فقال تكرما عليه. فقال عبدي أتتكرم على خلقي وأنا الكريم؟ ادخل الجنة بكرمي. الله. يا جماعة ما تستهونوش، وسيدنا النبي لما قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ومش معقولة يقصد شق التمرة، انت هتجيب شق تمرة تتصدق بيه، ولو بابتسامة، المثال ولو تبسمك لوجه اخيك صدق، يعني فالابتسامة اعلى مراتب الرحمة. تمام. حتى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وصفه بانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الصلاة رحمة، اما تنصح الناس ان هم يقوموا بينفذوا تعاليم ربنا ويبتعدوا عن المعاصي، ما هو ده رحمة، لانك بتنقذهم من النار، من العذاب. اما تنصح حد ببر والديه، ما هو ده رحمة، لانك بتقيه من عذاب النار. تصل حد، تؤمر حد وتنصحه يصل رحمه، تعلم حد، توجه حد، كل ده من مظاهر الرحمة. الرحمة مش انفاقه بس، لكن احنا كجمعية حتى احنا بنعتمد على التوعية والتوجيه، برضو بننصح الناس في أمور كتير عشان نغير فكرهم، لأن شايفينهم بيعملوا حاجة غلط وهتضرهم. فمن أجل ذلك بنقول ده مقياس رحمة معانا. لذلك سيدنا النبي لما لخص الدعوة كلها، ما سئل ما الدين يا رسول الله؟ فقال الدين النصيحة. الدين النصيحة، والراحمون يرحمهم الله، من أعلى مراتب الرحمة. صح. إنك تنصح. فلذلك أنا بنصح لك، ننصح حضرتك، احنا في اشهر كريمه، في اشهر الرحمه، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان طوال الشهور اجود من الريح المرسله، لكن في شهر رمضان كان اجود ما يكون، اكتر بقى من الايام العاديه رمضان طبعا. فانت حضرتك يا ترى ايه مظاهر الرحمه عندك؟ انت بتعمل ايه؟ انت تاجر، ايه مظاهر الرحمه اللي انت حضرتك بتعملها بتجسدها من خلال تجارتك؟ انت فلاح، ايه مظاهر الرحمه اللي حضرتك بتجسدها من فلاحتك ومزرعتك؟ انت مدرس، ايه مظاهر الرحمه اللي بتجسدها من خلال تدريسك؟ اللي هو كل واحد في مكانه يقدر يجسد الرحمه بالطريقه اللي هو يقدر عليها. غير ده كله الصدقه والزكاه. صح. معايا؟ دي بقى من اعظم مراحل الرحمه، ولذلك اللي بيؤتي الزكاه بتاعته وبيتصدق ده من اعظم الرحماء. طبعا. ليه؟ لانه هو تغلب
على البخل جواه والشح جواه، ودي صفة موجودة في كل أغلب البشر، بس في ناس بتقدر تتغلب عليها وفي ناس بتقع فريسة ليها. فهو ده انك تخرج، يعني انت سعدت، يعني انت جسدت الرحمة، يعني انت اكرمت حد من عباد ربنا، فربنا لازم يكرمك. لذلك اللي بيؤتي الزكاة ويتصدق ده خالص لله بيحشر يوم القيامة في ظل صدقته. السر كل الناس عدا الأنبياء وعدا الصالحون وكده دول في ظل عرش الرحمن، إلا المتصدقون معايا دول هيقفوا في ظل صدقته. سبحان الله، وصلت يا جماعة؟ خلي بالكم، الناس بتقف في ظل العرش وانت واقف في ظل صدقتك. خلي بالك إيه السر؟ أنك كنت رحيم. ده التجسيد، ده تجسيد بقى، ده التجسيد. طب أنا هتصدق، ممكن أتصدق لناس ما تستاهلش، هل أنا هكتب رحيم وآخد ثوابي؟ أه طبعا. سيدنا النبي حكى لنا قصة يقول لنا فيها إيه. قال رجل لأتصدقن الليلة، فقام في الطريق فتصدق على امرأة، فنودي في الصباح تصدق اليوم على باغية، ده زانية. فقال إيه ده؟ أكن الصدقة بتاعت راحت لواحدة زانية. فقال إيه بقى بالليل اليوم اللي بعده؟ لأتصدقن الليلة. ما قالش لا والله ما عدت متصدق، خلاص بقى كده، تمام. فكان زمان ما فيش جمعيات، دلوقتي في جمعيات دارسه وعارفه الحاله دي تستاهل او ما تستاهلش، فتصدق. فنودي في الصباح تصدق اليوم على سارق. حرامي، يعني انا عطيت الصدقه بتاعت الواحد حرام. فتالت يوم قال لي لا تصدقن الليله، فتصدق على ايه؟ غني. ادى السرقه بتاعته الواحد غني. فسيدنا النبي قال ايه بقى؟ لقد قبل الله صدقته، ربما تصدق على الباغية فتابت، وربما تصدق على السارق فتاب، وربما تصدق على الغني فقلده. عمل زيه، عمل زيه. دي مظاهر الرحمة يا جماعة. انت مش عارف الرحمة. احيانا احنا بندي الصدقة للناس يا استاذ مصطفى بنية ان احنا بنطعمهم عشان جعانين، بنتفاجئ بغير كده. هو المسألة بقى هو هتحول لحاجة تانية. هو بيدرس معايا، ولاده شافوا المنظر، اتخرجوا بعد كده، تمام. صاروا منفوقين بسبب ان احنا ايه؟ اللي هو انت بتغير في الانسان نفسه، انت بتغير مفهومه للحياه ومفهومه للدنيا طبعا. يعني فهي المساله احنا احيانا بيبقى في ناس عصاه بنكفل مثلا اهاليهم وكلام من ده. احنا بنروح مثلا للمذنبين اللي في السجن بنساعد اهاليهم، عارف بيخرجوا معلوش بيسرقوا. يقول لك ما الناس كويسه هي، طب ما انا بسرق ليه؟ اه سبحان الله، بتبقى برضو رحمة. الحاجات دي انا شفت برضو تجسيد يا دكتور كده للرحمه دي من خلال الزياره اللي حضرتك وجهتها لنا بتاعت الجمعيه. رحت وشفت فعلا الحاجات الجميله اللي خرجت لاهل الخير اللي عملوها ولاهل الاستحقاق بالنسبه لهم. بصراحه يعني كان يوم حلو لما رحت عند الجمعيه وشفت الحاجات اللي طالعه، كانت قافله محترمه وكان بصراحه الاحساس برضو مختلف. الواحد لما بيشوف تجسيد الحاجه دي بعينه غير لما بيسمع عنها. ففي تقرير كده ممكن نشوفه مع بعض قدام جمعية البر والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين برحب بيكم. النهارده احنا جينا بدعوه كريمه من جمعيه البر والتقوى برئاسه الدكتور عماد عوض علشان نخلق فرصه جديده لاهالينا في كل مكان ونشوف تبرعات الناس والخير اللي هم بيقدموه. وزي ما احنا شايفين ادي العربيات اللي فيها، ادي المواد الغذائيه زي ما احنا شايفين ما شاء الله، وادي تبرعات الناس اللي الجمعيه خلقت فرصه جديده ليهم. وزي ما احنا شايفين كراتين الخير بتتوزع في كل مكان، وهنا في الحفه وبطاطين الناس بتقدمها. طبعا دي هتكون فرصة لستر ودفى لناس كتير، ناس مستنية الخير.
بجمعية البر والتقوى، وبندعو كل الناس ان هي تشارك في حاجة زي كده، لان دي بصراحة فرصة لناس كتير ان هي تقدر تساهم وتقدر تخلق فرصة لغيرها. وان شاء الله نشوفكم في خير جديد وفرصة جديدة. الحقيقه دكتور كان يوم جميل، وكانت فعاليه محترمه، والواحد شاف حاجات هناك فعلا يعني تجسيد فعلا للرحمه، والحاجه هناك عمليه مش بس كلام، لا الواحد شاف بعينه. واللي لفت نظري اكتر موضوع انابيب الاكسجين ده، يعني طبعا المواد الغذائيه مهمه، البطاطين الكلام ده كله، بس برضو الوقت اللي احنا فيه موضوع الاكسجين والحاجات دي طبعا دي حاجه صعبه جدا، فدي لفتت انتباهي ان انتوا برضو مهتمين بالحته دي. هو في ملحوظه طبعا في جائحه كورونا في المرحله الاولى والثانيه، الجمعية بذلت مجهود كبير جدا نتيجة دعم المحسنين والمحسنات. كلنا عارفين ان في المستشفى المريض الكورونا بعد ما بيخرج بالحاجة كلها لحاف وبطانية اي حاجة موجودة، فطبعا المستشفى هتجيب ده منين؟ احنا وقفنا وقفة كويسة، فرشنا وبقينا نودي ملايات، بقينا نودي الحفا، لغاية ما حصل بقى مشكلة الاكسجين دخلنا فيها بقوة الحمد لله. قدم له مساعدات كتير سواء على المستوى اللي هو المستشفيات الحكوميه او على مستشفى على مستوى البيوت بتاعه العزل. كل ده احسان من الناس او رحمه من الناس. ده حاجه جميله، وكانت زياره حضرتك كان شيء جميل جدا، وطبعا ما انساش طبعا اشكرك مش على الزياره دي بس، لا احنا اللي بنشكركم. لا زيارتك كمان لمستشفى البر والتقوى كانت مفاجاه، انك تقطع مثلا 4 ساعات بالسياره رايح و4 ساعات جاي. والله كان يوم جميل عشان يعني تشوف. انا عايز اقول انا اتبسطت يعني بغض النظر عن اللي فيه تعب ولا لا، بس الواحد كان حاسس باحساس مختلف. لان انا لما رحت وشفت فعلا، وانا والله بقول للساده المشاهدين ان الموضوع لا على الارض مختلف تماما. لا لا هنا بنشوف التقارير وبنشوف على الشاشه حتى في الحاجات اللي بتعرض للمستشفى، انما الوضع هناك لا، الوضع هناك مختلف تماما. هو برضو احنا ما نقدرش نعرض كل حاجه ولا نص الحاجه. طبعا. احنا يا دوبك بنعرض لكم 2-3%. لكن ببسط جدا وبفرح لما الاقي الجمهور نازل يزور الاماكن. صح. بيشوف، بيشتغل، بيبدا يتكلم. لكن سامحونا احنا كاعلام مرتبطين بكام ثانيه. صح. فانا هعرض لك ايه؟ لا مش هقدر اعمل كل حاجه طبعا. احنا بنشتغل من رفح لحلايب بوشلاتين، كل ساعه في انجاز على الارض. ما بين هنا، ما بين المحافظه دي، ما بين المحافظه دي، احنا يا دوبك الكاميرا مثلا ماشيه ورايا او ماشيه ورا حضرتك او ماشيه ورا اللي بيجي يزور. فاتمنى ان انتوا تنزلوا هتشوفوا نماذج للرحمه، مشاهد تجسد الرحمه منكم، من اخواتكم الناس الطيبين. وعلى قمة الهرم في موضوع الرحمة هي موضوع المرضى، يعني المرضى دي انت لما تحس بمريض وهتبتدي تدفع له حاجة او تساعده او تعينه في حاجة زي كده، دي طبعا بتجسد معانا الرحمة الجميلة. المشكلة ان كل مرحلة عند المريض لو اتأخرت في مساعدته بتقلب بخطر. طبعا. بكارثة ممكن تودي بحياته. انا دايما بقول ان مساعدة المريض ما هي الا تجسيد للآية القرآنية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا ما بساعد مريض واحد، أنا كأني ساعدت كل البشر من يوم آدم لغاية إقامة الساعة. هو ربنا عز وجل بين لنا كده، بيشجعنا على كده طبعا. يعني هو مش معقول أنا ساعد واحد أنا حياته إزاي؟ ما هو العلاج بتاعك ده لو ما كانش أخده في التوقيت ده كان مات. انت احيته. هو لو خد حقنه كان ممكن ما ياخدهاش، حقنه للسخونيه، حقنه لاي حاجه كان ممكن. وساعات بننقل ناس مستشفيات على نفقتنا بسرعه، ساعات ما فيش اماكن في اماكن معينه لهم اماكن ثانيه، بنعمل مستشفى دلوقتي بحيث يبقى هنحاول نقدم حاجه في في العمل العظيم اللي بيحصل لتجسيد الرحمه عند سيادنا الفقراء. يعني انا شفت هناك العيادات خلاص يعني في المراحل النهائيه ان شاء الله، فالافتتاح امتى كده تبشرنا؟ هو احنا جاهزين الوقت على الافتتاح الحمد لله. الحمد لله. لكن اشتغلنا في الواجهه يعني اسبوع ان شاء الله 10 ايام تخلص الواجهه بالمره عشان يبقى الافتتاح كويس. هو انا هناك كانت الواجهه بصراحه كانوا بيشتغلوا فيها شغل من النار يعني. فهو اللي معطلنا ان العماله بتضطر تدخل من المستشفى. فمش هينفع يبقى في عماله طالعه نازله والمستشفى شغاله. صح. فقلنا لا نستنى، ما يهمش حاجه اسبوع ولا اسبوعين على ما الواجهه تخلص. الطريق الحمد لله هنشتغل فيه الاسبوع القادم باذن الله. بحس يبقى كده رصفنا الطريق قدامنا، الارض طينيه مع المطر في دمياط هتبقى الدنيا بتبقى صعبه شكلها مش كويس يعني.
بس يعني اللي لفت نظري اكتر ولا دكتور يوميها برضو ان الموضوع لا مش معمول كده وخلاص، لا الموضوع مدروس. المستشفى مش عشان هي خيري فمعموله كده باستسهال، لا مصروف عليها صح، معموله بطريقه محترمه، بتبص لقدام، يعني دي برضو ميزه الحمد لله. واحنا لما قررنا نعمل مستشفى قلنا نعمل مستشفى نتمنى ان احنا لما نتعالج نتعالج في مكان زي ده. مكان سهل قوي نعمل بربع الفلوس دي، كان فاتنا افتتحنا المستشفى من زمان. مثلا يعني، لكن لا احنا قلنا لا، وبنقول عشان حتى اللي يجي بعدنا في الجمعيه ما يعانيش في الدهانات في التشطيبات في الكلام من ده، الا الحاجه تمام يقدر بقى بيغير بس يجدد في الاجهزه مش اكتر، التحديث العادي اللي هو اللي بيحصل يعني. لكن في نفس الوقت انا عايز سيدنا الفقير لما يدخل المستشفى يبتسم من المنظر اللي هو هيذهل بيه لما يدخل. ايه ده انا جاي هنا، لان هو مش هيلاقيه حتى في مستشفى يعني خمس نجوم طبعا. تمام ان شاء الله باذن لا لا جميل، انا بصراحه يعني انبسطت يعني ان شاء الله نيجي في الافتتاح. وسبحان الله يعني في امور ببقى مش عايز اعملها، عايز اوفر عشان اعمل حاجه تانية ونخلص بقى نفتح. يجي واحد متبرع يقول لك لا انا عايز اعمل دي. يا فندم احنا يقول لك انا مش هعمل الا دي. صح هيعمل معايا يعني، انت حضرتك شفت حتى السقف نفسه النهائي خشب زي النظام بقى اللي هو الاوروبي. تمام حاجه فخمه جدا ما شاء الله، كويس جدا. السقف المعلق، المستشفى كلها سقف معلق، التكييفات في الطرق كلها مركزيه. عجبني برضو حته السكيورتي هناك، تامين برضو، حته الكاميرات، حته اطفاء الحريق الذاتي، الكلام ده كله يعني معمول حسابه، كل حاجه معمول حسابها. بص حضرتك احنا عملنا احدث ما وصل اليه العلم، لسه بقى طمعانين في ان الفرش بتاع العمليات والعنايه المركزه احبابنا الرحماء من المحسنين والمحسنات هم بقى نجيب حاجه في اي بي ان شاء الله، بحيث يبقى المريض الفقير عنده كل حاجه. انا عايز المستشفى يبقى مكان جذب، الغني يضطر يجي عندي طبعا عشان مش لاقي الخدمه ديت اللي عندي. ده اللي احنا عايزينه. نروح بقى الباب تاني من ابواب الرحمه لا يقل اهميه برضه عن موضوع المستشفى، حته الابار، الابار والميه والمجهود العظيم اللي انتوا بتعملوه برضه في حته الابار دي، ده بقى برضه جهد محتاج منكم وقت كبير، بس برضه في الاخر بيوصل للناس المستحقين. وده احنا شفناه الحمد لله برضه لما نزلنا تقارير ابار ان المايه فعلا بتوصل لناس فعلا هم محتاجينها. وده يعني برضه معنى من معاني الرحمه ان انا اوصل لحد محتاج ميه، لان المايه هي الحياه. فدي برضه مجهود يحمد ليكم كجمعيه. هو سيدنا النبي لما سئل عن افضل الصدقات اللي افضل مشاهد تجسيد الرحمه يعني قال بئر حفرتها. فطبعا مش مفيش منطقه غنيه هنفحر فيها بير، اهلها هيفحروا. لكن من الرزق ان ربنا عز وجل يرشدنا للاماكن اللي احنا بنحفر فيها، وكل مكان بيجيب التاني بيجيب التالت، والجمهور بيدلنا. ده في الحته الفلانيه ما فيهاش ميه، عندهم مشكله في الميه، بنروح. الدوله بتطلب مننا بننزل ننفذ. تمام؟ لكن بصراحه انا يعني ببقى فرحان قوي بمشهد الاطفال والنساء والرجال وهم لما بنفتح بير وهم بيشربوا وهم فرحانين بالميه. يعني اللي يقول لك خلاص انا تعتأت من ان اروح على بعد 5 كيلو شايل الجيركن على دماغي عشان املى جيركن. في ناس بتقول كانوا بيشتروا الميه، يعني يركب توك توك عشان يروح المكان اللي يجيب منه ميه وبيشتري الميه نفسها. انا جاي بقى املى من عندك جيركن، لا ادفع. معايا؟ يقول لك لا ادفع. عملوها مشروع استثماري، هو رزق بالنسبه لهم. وما نقولوش ما نلوموش، لان هو هيدفع فعلا، العداد بيعد. فهو ما يقدرش ماليا، ما يقدرش على كده. فالبير لما اتعمل حل المشكله دي بقى. الحديث مع حضرتك شيق يا دكتور، وان شاء الله نتقابل في لقاءات كتير. اشكركم اعزائي المشاهدين، واشوفكم ان شاء الله في فرصه جديده وفرصه خير جديده مع الدكتور عماد عوض ان شاء الله.